السلام عليكم، انا اسمي محمود مرسي، معيد قسم حاله الحركه والطوارئ كليه التمريض جامعه طنطا. الحقيقه انا اتطلب مني ان انا اتكلم عن تجربتي الشخصيه لطلبه الثانويه العامه، بس في الحقيقه انا ما كنتش ثانويه عامه، انا كنت ثانوي تمريض. بس جايز اللي هحكيه في الفيديو ده قد يفيدك لحاجه، قد يلهمك لحاجه، ايا كان. انا دخلت ثانوي تمريض لظروف ما، وما كانش عندي اي فكره عن كارير النيرسينج خالص ولا اي فكره عنه، بس كان عندي كونسبت معين ان طالما انت دخلت في مجال معين اذا انت هتجيب اخر. وكمان كان عندي حته ايمانيه شويه كده ان طالما ربنا اختار لك المكان ده اذا هو المكان الخير اللي ربنا له وجهه نظر فيه، هتعرفها دلوقتي هتعرفها بعدين، بس المهم ان انت واثق في ربنا. يعني دخلت ثانوي تمريض، عديت الثانوي، بعد كده دخلت معهد سنتين وجبت مجموع الحمد لله، وبعد كده بدات ان انا اخش الكليه بعد المعهد. اول ما دخلت الكليه بدات ادور بقى ازاي ان انا اجيب اخر الكليه او اخر المجال ده من الكليه. بدات اذاكر المجال شويه، بدات اشوف ان هو مجال واسع جدا، الكارير بتاعه مفتوح في مصر وبره مصر كسفر او شغل كلينيكال او شغل اكاديميك. فبدات اشوف انا ازاي هجيب اخر في الموضوع دوت. وكمان جت حته كده في الوقت ده ان انت بتعرف يعني توصل المعلومه شويه، ف وحابب ده وشغفك ده، فقلت ليه لا ادخل الاثنين مع بعض، كونسبت ان انت عايز تجيب اخر حاجه وانك تبقى معيد. الموضوع دخل معايا بتشالنج ان انت خلاص لازم تحقق هدفك ده، فدخلت الكليه والحمد لله ذاكرت. طبعا الموضوع مفيش حد بيمشي كلها اب اب قبل كده، لازم يبقى في داون، في شويه احباطات، في شويه فشل، بس المهم ان انت تعرف تقوم تاني بعد الكلام ده، وده حصل طبعا. والحمد لله ربنا وفقني، وبعد ما عديت الثلاث سنين الكليه يعني انا داخل من تاني، ان انا كنت معهد، وبعد خلصت سنه الامتياز والحمد لله ربنا وفقني وتعينت معيد. ودي مش النهاية، بالعكس هو بتبقى نجاح لمرحلة معينة، بعد كده انت بقيت معيد، فبقيت مسؤول عن طلبة المفروض توصل لهم شرح بطريقة ما، فلازم يكون عندك شوية مهارات عشان تعرف توصل المعلومة دي. فالموضوع ستيب باي ستيب حقيقي، يعني انت انت نجحت وبقيت ده، بس مش معنى كده اطراف عنده، كل خطوة بيبقى ليها متطلبات تانية عشان تزود في النجاح. انت اتفقت انت عندك كونسبت عايز تجيب اخر حاجة، فانت عايز مثلا تبقى معيد شاطر فتعمل ايه وهكذا. فالموضوع ماشي ستيب باي ستيب وان شاء الله ربنا يكرم. وفي نقطة بس احب ان انا انوه عليها، لو في طلبة ثانوية هتشوف الفيديو ده، ان مفيش حاجة اسمها كليات قمة. يعني بمعنى انت ممكن تدخل كلية قمة اللي احنا نقول عليها كليات قمة وتبقى فاشل، وممكن تدخل كلية اللي احنا نقول عليها لو دخلتها تبقى فاشل وتناجح، تبقى ناجح جدا وتكسر الدنيا كمان. فالموضوع هو انت مش الكلية، الموضوع هو انت ازاي تبقى قمة في كليتك، مش كليتك اللي قمة فانت لما دخلتها بقيت ناجح. مش كده خالص، مش كل الناس اللي ناجحة في مصر دكاترة ومهندسين لا بالعكس، في واحد ممكن يدخل تجارة ويبقى ناجح جدا، وفي امثله كتير على ده في الماركتنج وفي الستارت ابس الناجحه كتير. بالعكس ده الناس اللي هم في كليات القمه دول متخرجين منها بيروحوا يتعلموا الحاجات دي علشان يقدروا يستفادوا منها. يعني اغلب الاتش ار ناجحين في مصر هتلاقيهم صيادله، اغلب مثلا اللي عملوا ستارت ابس ونجحوا مهندسين، اغلب اللي شغالين في الريسيرش اند ديفلوبمنت شركات هتلاقي مثلا واحد بتاع علوم واحد بتاع. فاللي هي الفكره ايه، ان مش واحد زائد واحد يساوي اثنين، هي الفكره فيك انت هتعمل ايه في الكليه اللي انت هتخشها. فيعني اتمنى ان دي ممكن البوينت تفيدك اكتر من انا احكي لك تجربتي الشخصيه عامله ازاي. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم كل واحد بالحاجه اللي ربنا شايفه فيها، هيفلح وهيكون حاجه كويسه ان شاء الله. ربنا معاكم ويوفقكم، وشكرا لكم جدا.